الحائزين على الشهادات التقديرية السيد أبي كامل المقداد. السيد يحيى بني عامر. السيدة جود خليل خلدون خليل. السيد معاذ بني سلام. ومن الحاضر ودولا في القلوب السيد محمد خالد المدلول والذي تعذر وصوله للأردن بسبب حصار قطاع غزة. السيد أحمد عفاني أيضا لنفس السبب. السيدة نهاية سعادة محمود تتسلمها بالنيابة السيد وسام جديد. السيد عبد الله أحمد الطراوي. ما شاء الله ايش العظمة. وإلى الفائزين بالمراحل النهائية وستطلع الأسماء ثانيا أولا. الفائز بالمركز الثاني عن محور الأبيض والأسود السيدة مرضة النوري يتسلمها نيابة عنها ثائر محمد السوس. الفائز بالمركز الأول عن محور الأبيض والأسود السيد محمد حسن شراب من غزة يتسلمها نيابة عنه السيد عبد الرحمن حسين. لغزة قبل لغزة الأخير لغزة. منوها إلى أن من يتكرر فوزه بالمراكز الأولى يتأهل ضمنيا للحصول على الجائزة الكبرى. محور الطبيعة الفائز بالمركز الثاني السيدة هالة صالح بني سلامة يتسلمها نيابة عنها علاء صالح محمد. الفائز بالمركز الأول عن محور الطبيعة السيد أحمد نبيل ضمرة. محور نعمة المعاناة الفائز بالمركز الثاني السيد عايش هارون يتسلمها بالنيابة عن يزن جهاد العدم. أما المركز الأول فهو مكرر للسيد محمد حسن شراب ويتأهل للمرحلة النهائية مرحلة الأفلام القصيرة. السيد حمزة ملحم عن فيلم معين برسالة قيد التسليم يتسلمها عنه السيد طارق التميمي. المركز السيدة مريم عيسى صندوقة عن فيلمها المعنون بيقين.
السيد أحمد صابي حسين عن فرمي المعنون بوداعا أيها الشباب. محور الوجوه، الفائز بالمركز الثاني عن محور الوجوه السيد محمود حسن المرعي. لم يثبت حضوره. الفائز بالمركز الأول السيدة آلاء حمدان. المحور الأخير هو محور روح رمضان، وتقاسمه بالمركز الثاني السيدة نربة النوري والمركز الأول السيد محمد حسن شراب الذي حصل على 3 مراكز أولى في محاور المسابقة، وبذلك يكون استحق الجائزة الكبرى وهي رحلة سياحية لمدة 7 ليالي شاملة التكاليف والإقامة من قطاع غزة الحبيب. ماليزيا. ماليزيا. رحلة لماليزيا.